بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اتقوا الله لعلكم تفلحون. سأل جماعة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يبدأ به النقص شيئا فشيئا حتى يعود هلالا؟ هذا سؤال، لكن ما هي الفائدة من وراء هذا السؤال؟ إذا عرفت يعني لماذا يكبر الهلال ويتكامل ثم يصغر، ما هي الفائدة من وراء ذلك من ناحية الدين؟ ليس هناك فائدة. ولذلك أجابهم الله بغير ما سألوا عنه، أجابهم الله ببيان الحكمة من الأهلة، فقال: قل أيها الرسول، في جواب هذا السؤال: هي مواقيت للناس. فالجواب جاء على غير ما سئل عنه، من باب التنبيه والتربية للمسلمين أنهم لا يسألوا عن الأشياء التي لا تعود عليهم بفائدة في دينهم ولا في دنياهم، وإنما يكون السؤال عما يحتاجه الإنسان وعما يفيده في دينه ودنياه. فهذا تعليم من الله عز وجل للسائلين أن يتركوا الأسئلة التي لا فائدة لهم منها ولا لغيرهم. فمسألة كبر الهلال وصغر الهلال وتدرجه في الزيادة ثم تدرجه في النقص، إذا عرفت هذا فماذا تستفيد؟ لا شيء، وإنما تسأل عما أشكل عليك من أمور دينك أو حتى أمور دنياك. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس جائزا مطلقا وليس ممنوعا مطلقا، وإنما يمنع السؤال عما لا فائدة فيه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. وأشد الناس جرما في الناس من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا سؤال ممنوع الذي لا يترتب عليه فائدة.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. الله جل وعلا سكت عنها لأنه عفى عنها، لا تسألوا عنها، اعمل ما أوجب الله عليك واترك ما حرم الله عليك، ولا تسأل لماذا حرم هذا ولماذا أبيح هذا، ليس لك فيه فائدة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال، وقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب التأدب في السؤال، وأن يكون السؤال مقصورا على ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وأمور دنياهم، وأما الأشياء التي ليس الناس بحاجة إليها فالواجب ترك السؤال عنها. سألونك عن الأهلة، عن خلقة الأهلة وأجرام الأهلة، هذا ليس فيه فائدة لكم. كان الواجب أن يسأل ما الحكمة من الأهلة أو من جعل الأهلة، ما هي الحكمة وما الفائدة منها؟ ولذلك أجاب الله بهذا فقال قل هي مواقيت للناس. الله جعل الأهلة من أجل معرفة المواقيت، من أجل معرفة وقت الصوم ووقت الإفطار ومعرفة وقت الحج دخول أشهر الحج ومعرفة مواقيت المعاملات والآجال والمداينات ومعرفة عدد النساء المطلقات والمتوفى عنهن، يعرف ذلك بالأهلة بالأشهر، والشهر هو ما بين الهلالين، هذا هو الشهر، ما بين هلال الدخول وهلال الخروج. فالأهلة جمع هلال، الأهلة جمع هلال، وهو علامة دخول الشهر أو علامة نهاية الشهر. سمي هلالا من الإهلال وهو رفع الصوت، لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤية الهلال ويتعالمون به، ومنه استهلال الصبي إذا ولد، يعني صياح الصبي، فالإهلال رفع الصوت، ومنه الإهلال بالحج وهو التلبية، رفع الصوت بالتلبية. فالأهلة مواقيت، يعني علامة على المواقيت للناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، خلقها الله من أجل ذلك، من أجل مصلحة الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. في الرواية الثانية فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما، لأن الشهر
إما 29 يوما وإما 30 يوما. 29 الشهر الناقص، و30 الشهر التام، ويعرف ذلك بالهلال. لذلك لا يجوز الصوم إلا لا يجوز صوم رمضان إلا برؤية الهلال، ولا يجوز الإفطار من رمضان إلا برؤية الهلال. فإن لم يرى فإنه يكمل الشهر 30 يوما. إذن الصيام يجب بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال الشهر 30 يوما. وليس هناك شيء ثالث يصام به ويفطر به، الشرع حدد لنا هاتين العلامتين لصومنا وإفطارنا، رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما. دل على أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي الذي ينادي به كثير من الجهال اليوم، ويريدون بزعمهم أن يوحدوا صوم المسلمين في جميع أقطار الأرض، يصومون جميع ويفطرون جميع. هذا ليس لازما ولا ممكنا، حتى لا يمكن أن الناس في جميع أقطار الأرض يصومون جميع ويفطرون جميع، لاختلاف المطالع، مطالع تختلف، اختلاف الأقاليم والبلدان، فكل قوم يصومون برؤيتهم، ولم يلزم الله جل وعلا الناس أنهم يصومون جميع في جميع الأرض أو يفطرون جميع، بل يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤية الهلال. ورؤية الهلال تختلف اختلاف المطالع، وهذا بإجماع أهل المعرفة، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، بإجماع أهل المعرفة أن المطالع تختلف. فكل أهل قطر أو أهل إقليم يبعد عن الإقليم الآخر يصومون لرؤيتهم هم ويفطرون لرؤيتهم هم. وسع الله على الناس هذا الأمر، وهذه علامة واضحة لا اختلاف فيها، رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما، هذا شيء واضح لا يحصل معه اختلاف. وليت هؤلاء الذين ينادون بتوحيد الصيام وتوحيد الإفطار ينادون بتوحيد العقيدة الذي أهلك الناس وفرق الناس اختلافهم في العقيدة، لماذا لا يدعون إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل، وينهون عن الشرك بالأولياء والصالحين والقبور؟ لماذا لا ينهون عن هذا؟ هذا هو الذي فرق الناس، اختلاف العقيدة. فلماذا لا يعقدون المؤتمرات والندوات والدعوات لأجل الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك عبادة غير الله عز وجل، حتى يتوحد الناس المسلمون توحدا صحيحا في عقيدتهم وفي دينهم؟ أما الاختلاف في بداية الصيام ونهايته فهذا مبني على رؤية الهلال في كل بلد بحسبه، والله جل وعلا أمرنا بأن نصوم على رؤية الهلال أو نفطر على رؤية الهلال، ولا يكون هذا فيه حرج على الناس، إنما الحرج الاختلاف في العقيدة. الواجب أن يدعو الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. لماذا لا يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة ونبذ القوانين والطواغيت؟ لماذا إذا كانوا ناصحين للمسلمين لماذا لا يدعون الحكام، لا يدعون الحكام إلى تحكيم الشرع؟
الحكم بما أنزل الله ونبذ القوانين الوضعية طاغوتية. إذا كانوا يريدون مصلحة المسلمين ويريدون أن يتوحد المسلمون، أما كونهم يسكتون عن هذه الأمور، يسكتون عن الشرك ويسكتون عن تحكيم القوانين والطواعين ويروحون الجزئية لا تضر الناس وهي الاختلاف في بداية الصيام ونهايته، هذا شيء لا قيمة له وليس ممكنا أيضا. هذا الذي ينبغي أن يهتم به المسلمون، أن يدعوا إلى التوحيد وأن يحذروا من الشرك وأن يدعوا إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فيما تنازعوا فيه. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الواجب الذي يجب أن توحد الجهود وتصرف الهمم له لو كانوا ناصحين للأمة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس في معاملاتهم، والحج أيوة مواقيت للحج إلى بيت الله تعرف به أشهر الحج. قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، بماذا تعرف هذه الأشهر؟ بالأهلة، أشهر معلومات، شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. بماذا تعرف؟ تعرف بالأهلة. إذا ظهر الهلال من الشرق من الغرب، إذا ظهر الهلال من الغرب عند بعد غروب الشمس فقد بدأ الشهر، وإذا لم يرى يكمل الشهر 30 يوما ثم يحتسب دخول الشهر الجديد. هذا هو، هذه هي الحكمة التي خلق الله الأهلة من أجلها، مواقيت للناس والحج. ثم قال سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. البر هو الطاعة، جميع الطاعات هي البر، البر والتقوى والإيمان بمعنى واحد، البر والتقوى والإيمان بمعنى واحد، وهي ألفاظ تجمع كل خصال الخير. فخصال الخير هي البر، وهي التقوى، وهي الإيمان. والبر ضده الفجور، البر ضده الفجور والفسق. فالبر هو الطاعة، والمعصية هي الفسق والفجور. ليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما معنى هذا؟ معناه أن ناسا في الجاهلية كانوا إذا أحرموا، أن ناسا في الجاهلية كانوا إذا أحرموا لا يريدون أن يكون بينهم وبين السماء حائل، يوجبون البروز من المباني ومن تحت السقوف، ويريد أن لا يكون فوق رأسه شيء بينه وبين السماء، فلا يدخلون في بيت ولا يدخلون في خيمة ولا يستظلون تحت شجرة، يقولون لأن هذا يحول بيننا وبين السماء ونحن محرمون. هذا من تشددات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس هذا طاعة لله وليس هذا من البر، ليس هذا من البر. فالمحرم يجوز أنه يستظل بالشجرة
ويجوز أنه يستظل بسقف البيت، ويجوز أنه يستظل بالخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، جلس تحتها وظلل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ظللوا عليه بثوب يعني رفعوه فوق راسه حتى يظله من الشمس، لأنه رمى الجمرة في وقت شدة الشمس. فيجوز للمحرم أنه يستظل، ما كلفه الله أنه يظهر للشمس ويظهر للحر ويقول أنا محرم. الاستظلال لا ينافي الإحرام، والله ما جعل علينا في الدين من حرج ولله الحمد. فإضحاء المحرم للشمس وعدم استظلاله بشيء هذا ليس من البر وليس من الطاعة لله سبحانه وتعالى، بل هذا من التشدد ومن الجهل الذي ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك أنكر الله عليهم فقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأنهم كانوا لا يدخلون مع الأبواب وهم محرمون، يتسورون الجدار. إذا أراد الواحد يدخل بيت وهو محرم ما يدخل من الباب، يقول ما في شيء يصير فوق راسي، يتسور من الجدار. هذا من التشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني لا تتسوروا الجدران إذا أردتم دخول البيوت وأنتم محرمون، بل ادخلوا من الأبواب وأتوا البيوت من أبوابها. فرفع الله الحرج عن المسلم المحرم وأباح له أن يدخل من تحت الباب، أباح له أن يجلس تحت الخيمة، أن يجلس تحت السقف، أن يدخل في منزل ينام فيه يجلس فيه وهو محرم. الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج. أن يركب في السيارة المسقوفة، يركب في السيارة وهي مسقوفة يستظل بها، ما يروح يكشف السيارة ويزيل سقفها، هذا من الحرج الذي ما أنزل الله به من سلطان، وهذا من فعل الجاهلية وليس هو من البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني وأنتم محرمون، يعني تتسوروا الجدران، ولكن البر من اتقى، هذا هو البر. البر هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي فعل أوامره وترك نواهيه، هذه هي التقوى وهذه هي البر، فعل ما أمر الله به رغبة فيما عند الله وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله، هذا هو البر وهذه هي التقوى. وأما التكلفات والإحراجات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه ليست من الدين، وإنما هي من وضع الجاهلية. ولكن البر من اتقى، البر بالتقوى وليس بالمظاهر وليس بالتكلفات والتنطعات، وإنما البر في تقوى القلوب. فالمتقي هذا هو البار. وأما من يتظاهر بالتكلفات والتنطعات والحرج وقلبه فاسد فهذا لا ينفعه تنطعه، ولا ينفعه تكلفه، ولا ينفعه تظاهره، ما دام أن قلبه خال من الإيمان. ولكن البر من اتقى، هذا هو البر. وإذا اتقيت الله فلا مانع أن تأكل مما أحل الله، أن تشرب مما أحل الله، أن تلبس مما أحل الله، أن تسكن وتجلس فيما أحل الله لك. فالمدار على القلوب وليس المدار على الظواهر.
مع فساد القلوب، ولكن البر من اتقى. فاحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرك الله به طمعا في ثوابه، وترك ما نهاك الله عنه خوفا من عقابه، هذا هو البر. واترك التكلفات والحرج الذي ما أنزل الله به من سلطان، اترك التشدد، اترك الغلو، اترك التنطع، ليس هذا من البر، وليس هذا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، ادخلوا من أبواب البيوت وأنتم محرمون، ولا حرج عليكم في ذلك، ولا تتسوروا الجدران، لأن هذا ليس من البر ولا من التقوى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بالتقوى سبحانه وتعالى، وأخبر أنها هي التي تسبب حصول الفلاح والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، وهي التي عليها المدار، هذا هو المطلوب من المسلم. وقال بعض العلماء: وجه المناسبة بين قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وبين قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا فيه أيضا أن السؤال عما لا حاجة إليه أنه ليس من البر. السؤال عما حاجة لا حاجة إليه والتنطع في السؤال ليس من البر، وإنما البر السؤال عما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه. والآية الكريمة فيها تعليم للناس، فيها تربية لطلب العلم، لطلاب العلم، أنهم لا يسألون إلا عن شيء فيه فائدة لهم ولغيرهم من المسلمين، لا يسألون إلا عما أشكل عليهم من مسائل العلم ومسائل الفقه وما يحتاجون إليه هم وإخوانهم، وأن يتركوا التنطع في الأسئلة والتكلف في الأسئلة التي لا حاجة إليها، ويتدرج طالب العلم في السؤال، فلا يسأل عن شيء لم يصل إليه بفهمه وفقهه، بل يتدرج شيئا فشيئا. فهذا من التربية والتعليم للناس، وفيها ترك التشدد، ترك التنطع في العبادات، وأن الواجب فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه بدون تكلف وبدون غلو وبدون تشدد. وفيه الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، قول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا عن الناس، سواء كنت بين المسلمين أو كنت بين الكفار، عليك تقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بطاعة الله، لأنك مسلم في أي مكان تلتزم الإسلام، تلتزم الدين، ولا يكون إسلامك محليا فقط، تسلم في محل وتترك الإسلام إذا كنت في محل آخر. هذا شأن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا مع المسلمين وليسوا مع الكفار، وإنما هم متذبذبون، تارة يكونون مسلمين وتارة يكونون كفارا. هذا هو النفاق. المسلم مسلم دائما وأبدا، متمسك بدينه، لا يساوم عليه ولا يتنازل عنه ولا يجامل الناس في أمر دينه، وإنما يظهر دينه ويعتز به ويتمسك به، حتى ولو أدى هذا إلى قتله يقتل وهو متمسك بدينه،
لا يتخلى عن دينه أبدا، هذا هو المسلم الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يحصل على الفلاح. واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا هو الذي يحصل على الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه والعمل بشريعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: رجل جمع مالا من حرام من أموال ربوية أو بيع الدخان والدشوش، ثم تاب وأناب، فكيف يتصرف في ذلك المال؟ وهل له أن يستثمره في الحلال ويجعله رأس مال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم الذي كان يتعامل بالحرام بالربا أو غيره ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب، هذه بشرى. إذا كان عنده أموال جمعها من الحرام فإنه بعدما يتوب إلى الله يخرج هذه الأموال ويتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، يضعها في مشاريع عامة كالطرقات ودورات المياه، يبني للناس دورات مياه يتوسعون بها، يجعلها في طرقات، إصلاح الطرقات للناس تخلص منها، ويجعلها في مشاريع عامة ويتوب الله عليه. ولا يجوز له أن يستثمرها وهي حرام، ما يجوز له أن يبقيها على ملكه لأنها ليست ملكا له، حرام، فيضعها في مشاريع عامة تنفع الناس ويتخلص منها. نعم. يقول السائل: هل يرى الإنسان الملائكة حال احتضار الموت؟ نعم، يرى الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يرونهم في حالتين: الحالة الأولى عند الموت، فإذا حصل علامات الموت ومقدمات الموت تتبدى له الملائكة التي تريد أن تقبض روحه ويراهم. والحالة الثانية والعياذ بالله إذا جاء العذاب، العذاب العام والهلاك العام للكفار، يرون الملائكة حين ذاك، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والحالة الثالثة في يوم القيامة، يرون الملائكة يوم القيامة وفي الحشر المحشر. نعم. يقول السائل: كنا قادمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وزوجتي برفقة مجموعة، وكانت حالة زوجتي لا تسمح بالإحرام حيث كانت الدورة الشهرية قد بدأت قبل أن نتحرك من المدينة، وعندما وصلنا إلى مكان الإحرام أبيار علي لم تحرم زوجتي لهذا السبب، ووصلنا إلى مكة فلم تتمكن زوجتي من أداء العمرة. السؤال: هل من الضروري أن تعود زوجتي إلى أبيار علي لكي تحرم منها، أم يجوز لها أن تحرم من مسجد التنعيم؟ هذا من الجهل، عملكم هذا من الجهل. ولو أنكم سألتم، لو أنكم سألتم وأنتم في المدينة أو في الميقات لزال هذا الجهل. الحائض لا تمنع من الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، تحرم المرأة وهي حائض، تحرم وهي نفساء، لا يمنع هذا أنها تحرم وتلبي بالحج أو بالعمرة،
وتتجنب محظورات الإحرام مثل غير الحائض. ليس من شرط صحة الإحرام الطهارة من الحيض أو من النفاس. وإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. الذي يمنعه الحيض هو الطواف بالبيت فقط، وأما بقية المناسك فتعملها الحائض. لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما نفست أسماء بنت عميس وهي في الميقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر وهي في الميقات، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفسة، فتحرم الحائض والنفسة ولكنها تؤجل الطواف والسعي حتى تطهر وتغتسل. فلو أنكم أمرتم هذه المرأة بالإحرام وأحرمت وجاءت معكم وجلست في البيت أو في منزلكم حتى يزول عنها الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة لكان هذا هو الصواب. وما دامت أنها جاءت للعمرة وتعدت الميقات جهلا منها بدون إحرام فإن الواجب عليها إذا أرادت العمرة أن ترجع إلى الميقات إلى ذي الحليفة وتحرم منه، وإذا لم ترد العمرة فليس بلازم. إن كانت تريد العمرة ترجع إلى الميقات الذي تعدته وجاءت بدون إحرام، وإذا لم ترد العمرة فليس بواجب عليها، تغتسل وتطهر تطوف بالبيت وتصلي بالمسجد الحرام الصلوات الخمس وتجلس في المسجد الحرام ولها الأجر في ذلك ولو لم تأتي بعمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يكون حديثه غالبا حول الأمور الدنيوية في المسجد أو المصلى؟ يكره للإنسان. وأنا أشوف كثير من إخواننا هداهم الله يجلسون في المسجد الحرام حلق ويرتفع ترتفع أصواتهم بالضحك وبالكلام وبالمزاح، وهذا غلط. أنتم في مسجد، في المسجد الحرام، في أعظم البيوت على وجه الأرض، الواجب أن تستغلوا الوقت بذكر الله، تسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، صلوات النوافل والطواف، بدل أنكم تجلسون تضحكون وتتمازحون وتتذاكرون أمور الدنيا. هذا خسارة عليكم، هذه فرصة ضيعتموها. الواجب أن الإنسان يستغل وجوده في هذا المسجد ويشتغل بذكر الله وطاعة الله والحسنات والاستغفار والتوبة، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. وكذلك في بقية المساجد، الإنسان إذا دخل المسجد فهو في بيت من بيوت الله، لا يتكلم إلا بقدر الحاجة وبكلام يسير ومباح، ولا يكثر من المزاح والضحك وضياع الوقت. نعم. يقول السائل: ما حكم التمسح بالكعبة والحجر الأسود والبكاء عندها والدعاء على النفس بالموت ليكون شهيدا، ويقال أن التمسح بالكعبة شفاء، فهل هذا صحيح؟ المشروع نحو الكعبة المشرفة الصلاة إليها، من تستقبلها في صلاتك وفي دعائك، والمشروع الطواف، طواف بها، هذا هو المشروع. أما التمسح بها والتعلق بأستارها وهذا لم يرد به دليل، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل شيء وهو ما عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. المشروع أن يستلم الحجر الركن اليماني، يمسح الركن اليماني والحجر الأسود
يستلم ويقبل أو يشار إليه من بعيد، هذا هو المشروع. وأما تعلق بالكعبة وتبرك بالكعبة وإلى آخر، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع ولا دليل عليه. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن في الحرم طلبا لحرمة المكان وكثرة الأجر، أم قراءة القرآن في الفندق تجنبا للرياء؟ اقرأ القرآن في أي مكان، في أي مكان غير أمكنة قضاء الحاجة ودورات المياه. اقرأ القرآن في الفندق، اقرأ القرآن في الطريق، اقرأ القرآن في المسجد الحرام، قراءته في المسجد أفضل. والرياء لا تترك العمل من تخاف من الرياء، هذا من الشيطان يقول لك لا تصلي خشية من الرياء، لا تتصدق لئلا يقال هذا رياء، لا تعمل أي شيء، هذا من الشيطان. اعمل الطاعات سرا وعلانية وأخلص النية لله، واترك قول الشيطان هذا رياء ولا تعمله في المسجد أو لا تعمله في كذا وكذا خوفا من الرياء، هذا كله من وساوس الشيطان. اعمل الطاعات وأظهر الخير وكن قدوة صالحة للناس، وليس هذا من الرياء، الرياء إنما هو في القلوب. نعم. يقول السائل: هل من كلمة حول ما يفعله بعض الناس من النوم غالب النهار في يوم رمضان، وما كان وكيف كان هدي السلف في النوم في شهر رمضان؟ كثرة النوم في شهر رمضان خسارة، الواجب أن الإنسان ينام بقدر حاجته فقط، ويفرغ بقية الوقت لذكر الله، تلاوة القرآن، وعمل الطاعات في هذا الشهر الكريم. ينام من الليل، ينام من الليل بقدر ما يأخذ راحته، خصوصا النوم أول الليل، النوم أول الليل أحسن من النوم في آخر الليل، من أجل أن يأخذ راحته ويقوم آخر الليل نشيطا للتهجد ولصلاة الفجر، فينام من أول الليل. وكذلك ينام من وسط النهار في القيلولة، ينام من وسط النهار بعد الظهر، ما بين الظهر إلى العصر ينام، لأجل أن يستعد لصلاة التراويح ولأداء الفرائض في مواقيتها مع الجماعة، فينام أول الليل، وينام أيضا في القيلولة وسط النهار ويكفي هذا. أما أنه ينام النهار كله، يسهر الليل كله وينام النهار كله، هذه خسارة عظيمة، يذهب عليه الليل ويذهب عليه النهار بدون فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أو يسأل عن تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد. زيارة المقابر من أجل السلام على الأموات المسلمين والدعاء لهم، من أجل الاعتبار والاتعاظ، هذا مشروع، ولكن ليس له يوم محدد، تزور المقابر متى ما تيسر لك في أي يوم، تخصيص يوم العيد أو تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ولم يخصص يوما للزيارة، أي يوم تيسر لك فإنك تزور القبور، يوم العيد أو غير يوم العيد أو يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، كل الأيام سواء. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة التصاليب، فهل كل متقاطع من الأشياء صليب يجب طمسه؟ الصليب هو من شعار النصارى، يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، وهذا غلط وكذب،
فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه. المسيح عليه السلام رفعه الله إلى السماء وهو حي ولا يزال حيا، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة محمد، يحكم بالإسلام. هذا هو المسيح عليه السلام، لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب رجل آخر ألقي عليه شبه المسيح وليس هو المسيح. ومن غباوة النصارى أنهم يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب، هذا من غباوتهم، وكان الواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب لأنه عار عليهم. ويفرح اليهود بذلك أنهم قتلوا نبيهم وصلبوه، فالواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب وأن يمحوه من الوجود، ولكن من غباوتهم أنهم صاروا يعلقونه على صدورهم وينصبونه في كنائسهم ويعبدونه من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. ولا يجوز اقتناء ما فيه صليب حتى يمسح الصليب ويزال. والصليب معروف، يعرفه أهل الخبرة، يعرفون الصليب من غيره، ليس كل رسم يكون صليبا، إنما الصليب رسم خاص يرجع فيه إلى أهل المعرفة هل هو صليب أو غير صليب. نعم. يقول السائل: ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار؟ ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار والكبار، وأيضا سباق المشاهدين؟ المسابقة التي تشغل عن ذكر الله في رمضان وعن تلاوة القرآن، إشغال الناس بهذه المسابقات وتعلقهم بالطمع وهذه الجوائز، وهذا كله من ما لا يجوز في هذا الشهر، وهذا من كيد الأعداء، يريدون أن يشغلوا المسلمين في هذه الأمور. الواجب الإعراض عن هذه المسابقات وعدم الالتفات إليها وعدم الانشغال بها، والإقبال على ذكر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى المسجد ويصاحب ولده الذي لم يبلغ 3 سنوات ويشوش على الناس أثناء الصلاة؟ إذا كان يخاف على ولده لو تركه، لا بأس أنه يأخذه معه إلى المسجد ويجعله إلى جانبه ويحافظ عليه، لا مانع من ذلك. أما إذا كان ما يخاف عليه، يتركه عند أمه في البيت، أو يتركه عند إخوانه، يتركه عند أحد في البيت، إنه لا يأخذه معه إلى المسجد، لأنه يشغله ويشغل المصلين، ما يأخذه إلا عند الحاجة. إذا كان يخاف عليه ولهنا أحد يبي يقوم برعاية هذا الطفل، لا بأس أنه يأخذه معه للمسجد، لكن مع ضبطه ومع المحافظة عليه وعدم صدور أذى منه للمسجد أو للناس. نعم. يقول: لقد عاهدت الله أن لا أشاهد الدش، ثم شاهدته وأديت الكفارة 3 أيام صيام، فهل أكون أديت الكفارة، وماذا علي الآن؟ الصيام آخر المراحل، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير بين 3 أشياء: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، كل مسكين ثوب، هذه مخير فيها. فإذا لم تجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق، فإنك تصوم 3 أيام، هذا آخر شيء الصيام، إذا لم تقدر على التكفير بالمال. أما إذا كنت تقدر على التكفير بالمال
فإنه لا يجزئ الصيام. نعم. يقول السائل: أنا معتكف في بدروم الحرم، هل يجوز للخروج لصلاة الفريضة والتراويح لأصلي أمام الكعبة في الصحن؟ لا بأس بذلك، الحرم كله في أدواره وسطوحه وساحته، الحرم كله هو المسجد، فيجوز أنك تنتقل من مكان إلى مكان داخل الحرم. نعم. يقول السائل: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل العمل نظرا لعدم توفر العمل في البلد، وذلك لغرض الزواج وتوفير المال فيها؟ هذا ليس هجرة، هذا عكس الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة. أما الذهاب إلى بلاد الكفار هذا ليس هجرة، هذا سفر إلى بلاد الكفار، يجوز عند الضرورة. إذا كنت مضطرا إلى طلب الرزق تروح تكتسب الرزق الحلال ولم تجد طلبا للرزق في بلاد المسلمين، ما وجدت طلب للرزق في بلاد المسلمين، ضاقت عليك ولم تجد إلا في بلاد الكفار طلب الرزق، لا مانع بقدر الحاجة والمحافظة على دينك. أما إذا وجدت عمل في بلاد المسلمين فلا تذهب إلى بلاد الكفار، اشتغل في بلاد المسلمين واطلب الرزق في بلاد المسلمين، والأعمال كثيرة والخيرات كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول السائل: اشتريت شبكة من ذهب بمبلغ 5000 جنيه، فدفعت للتاجر 4000، وقلت له يبقى لك 1000 بعد أسبوع، هل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز بيع الذهب بدراهم مؤجلة، لا بد من التقابض في المجلس، تستلم الذهب وتسلم قيمته من الدراهم، ولا تغادر المجلس وباق عليك شيء من القيمة، يكون ربا، هذا ربا نسيئة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، ما يجوز التفرق وبينكما بقية من القيمة. نعم. يقول السائل: أنا لي عائلة أخذت من المصرف قرض ربوي، واشترت بهذا القرض ثلاجة وحفرت به بئرا، وقبل ذلك قلت لهم بأن القرض الربوي حرام ولا يجوز، فاقتنعوا بذلك، وبعد ذلك غلبهم الهوى وأخذوا القرض. سؤالي: هل يجوز لي أن أشرب من ماء البئر وأستعمل المواد التي في الثلاجة، مع العلم أن حالتي لا تسمح بشراء ثلاجة وحفر بئر؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز الاقتراض الربوي، اقتراض من البنك أو من غيره، قرض ربوي لا يجوز، وما استعمل فيه فهو حرام، الثلاجة التي اشتريت من مال الربا حرام لا تستعمل، وكذلك البئر الذي حفر من الربا، من مال الربا، هذا بئر حرام، وكل ما استعمل الربا فيه فهو حرام. والواجب أن الإنسان يتوب إلى الله، وأن تباع هذه الأشياء التي اشتريت من الربا، تباع ويتصدق بثمنها، تباع ويتصدق بثمنها، ولا يعاد لمثل هذا العمل. ونقول: يتصدق ليس معناه تصدق الثواب، وإنما هو التخلص، تخلص من ثمنها بأن يضعها في مشاريع عامة أو يدفعها لمحتاجين فقط، ولا يستعملها هو. نعم. يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد؟ من فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي هو ومن فاتتهم الصلاة، صلون جماعة ثانية، لا بأس إذا فاتتهم الصلاة. أما أنهم يتعمدون ويتركون الجماعة ويقولون نحن نقيم جماعة ثانية، هذا حرام لا يجوز. لكن لو جاءوا يريدون الصلاة مع الجماعة وفاتتهم فلا بأس أن يقيموا جماعة ثانية، لأنهم لم يتعمدوا ترك الجماعة الأولى
وإنما فاتتهم. ودخل رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، دخل رجل يريد الصلاة وقد فاتته، قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فدل على جواز إقامة صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة الأولى. نعم. إنما الممنوع الانقسام، الانقسام إلى جماعات، كل جماعة تصلي لحالها، هذا هو الممنوع. نعم. هذه سائلة تقول: زوج ابنتي يشرب المحرمات، وابنتي عنده معها 4 أولاد، فهل أطلق ابنتي منه أم ماذا أفعل؟ وهل لو زكى أمواله تقبل زكاته؟ هذا عيب فيه، هذا عيب في هذا الرجل الذي يستعمل المحرمات كالخمور وغيرها، هذا عيب لك المطالبة بأن يفسخ عقد الزواج مع ابنتك، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا لم يتب فلكم الحق في أن تتقدموا للمحكمة بإنهاء عقد الزواج من هذا الرجل الفاجر، لأنه يفسد المرأة ويفسد ذريتها، فلا يجوز الاستمرار معه. أما إذا تاب إلى الله فهي زوجته والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع شيء من المال لدفع مضرة ومفسدة تقع علي لا سبيل لدفعها إلا بهذه الطريقة؟ هذه رشوة، هذه من الرشوة، والرشوة لا تحل. لكن إن كان هذا الظالم هناك فوقه من يمنعه من ولاة الأمور، فإنك ترفع شأنه إلى ولي الأمر، ترفع شأنه إلى ولي الأمر ليأخذ على يده ويمنعه من الظلم، ولا تدفع له رشوة. نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك؟ ما يحتاج، هذا واضح. فوائد البنوك التي هي عبارة عن الاستثمار الربوي حرام، حرام، إلا إذا كانت البنوك تستعمل الطرق الشرعية في البيع والشراء والاستثمار الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن لا تؤمن البنوك، لا تؤمن، لأن اقتصادها وتعاملها مبني على الربا ومبني على الطرق الربوية. حتى ولو قالوا إننا نستثمر بالحلال لا يوثق بهم. نعم. يقول السائل: يبدأ الدرس بعد صلاة الصبح مباشرة، فهل الأفضل متابعة الدرس أم الانتظار حتى أنهي الأذكار بعد الصلاة؟ حضور الدرس أفضل من الاشتغال بالأذكار، لأن هذا فيه علم وفيه فائدة، والأذكار يمكن تأتي بها بعد نهاية الدرس. نعم. أو تبدأها قبل صلاة الفجر، إذا طلع الفجر تأتي بالأذكار قبل الإقامة لا مانع، لأنه طلع الفجر أول النهار. وإذا بدأ الدرس حضورك للدرس أحسن من الطواف، وأحسن من قراءة القرآن، وأحسن من، لأن هذه لها وقت آخر ما تفوت، بخلاف الدرس فإنه يفوت. نعم. يقول السائل: ما مدى شرعية تحريك الإصبع بين السجدتين؟ لا دليل على ذلك، الإصبع إنما تحرك في التشهد، تحرك في التشهد، أما بين السجدتين لا، لا تحرك الأصابع ولا تقبض أيضا، ما تقبض الأصابع، وإنما تبسط على الفخذين ويضم بعضها إلى بعض وتوجه رؤوسها إلى القبلة، هذا بين السجدتين. نعم. يقول السائل: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست المخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ نعم. يقول: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست المخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ إذا كنت عممت الرأس بالقص من جميع الجوانب هذا يكفي، ولا داعي للحلق بعد ذلك. أما إذا كنت ما كملت الرأس، أخذت من بعضه، ف
فهذا لا يكفي. ولبسك المخيط غير صحيح، المخيط ما يلبس إلا بعد أن تقصر بالكامل أو تحلق بالكامل، لأنك ما أكملت المناسك بالقص الجزئي، القص الجزئي لا يعتبر، لا بد من التكميل. فأنت أخطأت في هذا ولا تعود لمثل هذا، وعمرتك صحيحة إن شاء الله، لكن مع الخطأ. نعم. هذا يقول: أنا أعمل بالأزهر في مصر مدرسا، وفي كل شهر رمضان منذ 5 سنوات أذهب إلى قرية من القرى أقرأ فيها القرآن عند شخص معين، وفي نهاية الشهر يعطيني مبلغ من المال مقابل قراءة القرآن، ثم أهبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والد صاحب الدار، فهل هذا العمل جائز؟ هذا غير جائز، الاستئجار لقراءة القرآن من أجل الثواب هذا غير جائز، والذي يقرأ من أجل الأجرة ليس له أجر عند الله عز وجل، لأنه يريد طلب الدنيا، يريد الدنيا بعمل الآخرة، لأن قراءة القرآن عبادة، فإذا فعلتها من أجل المال فقد طلبت الدنيا بعمل الآخرة. الله جل وعلا يقول: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومنها تلاوة القرآن، تلاوة القرآن عبادة، فلا يجوز أنك تقرأ عند أحد بالأجرة من أجل أن يهدي الثواب، ما فيه ثواب هذا، هذه قراءة ما هي بعبادة، هذه قراءة أجرة. فاقرأ القرآن لوجه الله عز وجل ولا تأخذ في مقابله شيئا من أمور الدنيا. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي السعي السابع في الصفا والمروة؟ نعم. ما حكم من نسي السعي السابع في الصفا والمروة؟ حكمه أنه ما تمم السعي، يعني نسي الشوط السابع ما كمل، يرجع ويكمل الشوط السابع حتى يتم له السعي. نعم. يقول: هل يجوز شراء سلسلة من الذهب بالتقسيط؟ لا، يعني شراء سلسلة من الذهب بدراهم لا، ما يجوز بالتقسيط. أما إذا اشتراها بغير النقود، اشتراها بطعام، بقماش، بشيء، بحيوانات، بغير النقود لا بأس، لكن إذا اشترى الذهب أو باع الذهب بنقود فلا بد من التقابض ولا يجوز التقسيط.